بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، عندما نقرأ القرآن الكريم وعندما نتدبر شريعة الإسلام نجد أن شريعة الإسلام قد أعطت كل ذي حق حقه، أعطت للإنسان حق الحياة، حق الحياة الآمنة، حق الحياة المطمئنة، حق الحياة الحرة الكريمة. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة كيف أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه الكريم أن الإنسان عندما يقتل حتى على سبيل الخطأ فإن القاتل لا يعفى من المسؤولية، وإنما عليه أن يعتق رقبة، عليه أن يقدم الدية لأولياء القتيل إلا أن يعفو، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، عليه إذا لم يجد عتق الرقبة يبقى في هذه الحالة عليه أن يصوم شهرين متتابعين لكي يندم على ما فعل ولكي يشعر بالندم. كل هذا من أجل حق الحياة للإنسان. الذين يقولون بأن حقوق الإنسان عليهم أن يعودوا إلى شريعة الإسلام ليعرفوا ما هي حقوق الإنسان في شريعة الإسلام، وكيف أن شريعة الإسلام صانت للإنسان حياته، صانت للإنسان حياته. ومن بين هذه الصيانة أنها عاقبت المجرم الباغي المعتدي الظالم القاتل لغيره ظلما وعدوانا، جعلت عقوبة القصاص واجبة وفرض إلا إذا عفى أولياء الدم، هذا شيء آخر. وفي الوقت نفسه نجد القرآن الكريم يبين لنا العقوبات الرابعة التي توعد الله سبحانه وتعالى بها من يقتل غيره ظلما وعدوانا. فماذا قال؟ قال بعد الآية الأولى التي ذكرناها في الحلقة السابقة، وهي قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، جاءت الآية التي بعد ذلك تقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم عقوبة عاقب الله سبحانه وتعالى بها من يعتدي ظلما وعدوانا على نفس إنسانية بريئة. كم عقوبة؟ 5 عقوبات. أما العقوبة الأولى فنراها في قوله عز وجل: جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أي الخلود في جهنم النار وبئس القرار، جهنم ساءت مستقرا ومقاما. خالدا فيها، يعني عندما والعياذ بالله يلقى في جهنم لم يلقى ليوم أو ليومين، خالدا فيها. وثالثا، العقوبة الثالثة: وغضب الله عليه. وإذا غضب
غضب الله عز وجل على إنسان والعياذ بالله طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من ذلك، وغضب الله عليه بالعقوبة الثالثة، العقوبة الرابعة ولعنه، يعني طرده من رضاه ومن رحمته، والعقوبة الخامسة وأعد له عذابا عظيما. أرأيتم حماية وصيانة لحق الإنسان في الحياة كهذه العناية وكهذه الصيانة؟ أولئك الذين ينادون ويقولون بحقوق الإنسان ويجعلون من بين حقوق الإنسان ألا يصدر عليه حكم بالقصاص أو بعقوبة الإعدام، هؤلاء أول من ظلم الإنسان، وهؤلاء أول من قالوا كلاما يدل على جهلهم وعلى نفاقهم وعلى جبنهم، لأن أي حقوق لمن قتل غيره عامدا متعمدا؟ وأين حقوق المظلوم الذي قتل ظلما وعدوانا وترك أولادا صغارا وترك زوجة محتاجة إلى من يقدم لها العون والمساعدة؟ أين حقوقه؟ هذا الذي يقولونه هو عقوق الإنسان وليس حقوق الإنسان، وقولهم هذا كذب ويخالف الأحكام الشرعية التي جاءت بها جميع الشرائع السماوية وجميع الكتب السماوية، فالتوراة تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والإنجيل يقول من أخذ غيره بالسيف فبالسيف يؤخذ، والقرآن يقول ولكم في القصاص حياة. فمن أين أتوا بهذه الفلسفة السقيمة؟ العقوبات لم تشرع في الإسلام لظلم الناس، وإنما شرعت العقوبات في الإسلام لحماية حياة الناس ولحماية أموالهم ولحماية أعراضهم ولحماية كل ما يجب أن يحمى. ولذلك نجد القرآن يجعل خمس عقوبات لمن يرتكب تلك الجريمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفيعنا يوم نلقى خالقنا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.